طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. هاجي على الشيب ده واقوم احوله ايه؟ ريسترايز لاير. اه طبعا عادي اقدر بقى اجيب السيلكت واخد الجزء اللي انا محتاجه، مش انا محتاج ده وكل اللي بره ده مش محتاجه، صح؟ اقوم عامل كنترول شيفت اي او من قائمه سيلكت بختار خلاص اللي انا عملتها دي سيلكت دي انفرس اي، يبقى كنترول شيفت اي بتعمل ايه؟ انفرس للسيلكت. خلاص عملت الانفرس او ديس ديليت يقوم مدلت يطلع لي الشيب اللي انا ايه؟ يبقى انا بس اكون مرن في الرسم، يعني انا اقدر ارسم شيب واقص الناحيه دي والناحيه دي، او ان انا ارسم وبعدين اعمل عليه سيلكت وشيب، مش هي مشكله خالص. طيب خلينا نقول خلاص كده، بس عشان نحاول نساويه بنفس الشيب اللي هناك هنصغره شويه كده تقريبا كده بقى هو نفس ايه الحجم اللي هناك او يمكن اكبر شويه، نقلله شويه كده نفس الحجم تقريبا. خلاص حولت انا طبعا هو ليه رود، انا هقوم واخد منه كنترول جي كده وابدا اسحبه عشان اعمل ايه الشيب التاني. الرسمه دي عباره عن ايه؟ عن وحدتين بالتاني. طب انا ازاي اقص دي واخليها بالشكل ده؟ حد يقدر يتكلم؟ الموضوع بسيط خالص. اكتب اللير على لير. طيب اكتب اللير على لير. ها هو انا عاوزها شكل واحد ولا انا هرسم نفس الرسمه اللي العميل جايبها لي دي، انا بس بتعلم ازاي ارسم. ممكن اخد الشيب الاولاني وادخل على ادوس على الاكسس بتاعته اعمل لها ظل واعمل ديستانس بين اوسع الديستانس اللي هي ده شيب وده شيب تاني. احنا هنعمل مبدئيا هروح اعمل للشيب الاولاني ده هعمل عليه سيلكت كده بس علشان خاطر ان انا ايه ده دي الماجيك. اه هجيب الماجيك واند واسيب الكوكتيل هسل اعمل له سيلكت كله اعمل له شيفت اف 5 واديله كلر مخالف خلينا نقول وايت كويس كنترول دي طلعه فوق ماشي كده. ده شيب وده شيب هي تقريبا دي نفس الرسمه اللي هناك صح. كل اللي انا محتاجه انا جبت الشيب ده على الشيب ده ليه؟ عشان اوريك ان انا هقص من الشيب اللي تحت اللي هو الجزء اللي واخده الشيب ده وبعدين اقوم بعده عنه عشان يديني نفس ايه المسافه اللي بيناتهم. وضحت كده؟ طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ الشيب الاولاني فين؟ اللي هو ده 3 وده القابي ده، فانا هقف عليه اللي انا عايز اقص منه. واضح؟ وادوس على الكنترول على كنترول واقوم دايس هنا كده، شايفين علامه العدسه بتاعت الشيب نفسه؟ هدوس على الشيب كده هنا كليكه واحده لما ادوس على الكنترول عمل ايه؟ فضل واقف على اللير الاصليه اللي هي دي الشيب الاول وراح محدد لي الشيب الثاني اللي انا ايه حددت منه. طب لما اعمل ديليت يمسح مين؟ الشيب الاول ولا الثاني؟ هيمسح اللي متظلل. بالظبط الله ينور عليك، هيبقى هيمسح مين اللي متظلل؟ الجزء اللي اتحدد ده. كان انا دوست ديليت كده اهو خلاص وهبدا اعمل له بس اجيب الفي كده شايف؟ يبقى لما ظللت ده قص ده بين في الجزء اللي هو اللي احنا مركبين الاثنين في بعض. وحددت اللي تحت ودوست على العدسه بتاعت اللي فوق بالكاترل فراح عامل عليه سيلكت. مدوس ديليت فيقوم يحذف نفس المساحه ايه المتحدده. اعطاني طبعا نفس الشيء بايه؟ اللي معمول هنا. نفس الفكره يعني نفس الفكره دي الطريقه اللي هيتنفذ بيها. كويس؟ خلاص انا رسمت الشيء بتاعي اقوم جايب الشيء بتاعي على اخوه كده. هو طبعا نظام فولدنج انا بس عايز يقول ان ده باب وده باب مثلا. ماشي؟ ده كان ممكن بس هحوله كده. ممكن اروح بقى اعمله نفس التاني اعمله اقف على ده واعمله تحديد كله كده واعمله شيفت اف 5 وابدا اديله اللون ايه اللي هو المفروض ياخده ده. اوكي خلاص كنترول دي عشان اعمل التحديد الاثنين دول مع بعض اعمل لهم ارتباط كده بعد كده ادوس على الفي وابدا ايه اتحكم كلير. قدرت نرسمه؟ مش بسيط جدا خلاص عشان مش هنطول بقى فيه اكتر من كده. وطبعا انا قلت في البدايه ان هو اصلا بيكون شيب جاي العميل جايبه جاهز يعني انا مش محتاج ان انا ارسمه ده اللوجو بتاع العميل. بس انا ممكن كويب ديزاينر هو اللوجو من 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 مهام الجرافيك ديزاينر يعني مش شغلانه الويب ديزاينر. لكن ممكن انت وانت شغال ما تبقاش في حاجه واقفه معاك يعني.
مع الخبرة ومع استخدام التولز كتير تقدر ترسم وتقدر تبدع وتنتج فين في الشغل بتاعك يعني. ماشي، هبدأ بس أصغره كمان كده شوية كده، بس أحاول أوصل لنفس الحجم اللي هناك، وبعدين هبدأ أكتب اسم الشركة اللي هي إيه الشيل سيستم ده، أدوس على حرف التي يجيب التايب تول معايا. دايما التايب تول بتأخر في التحميل شوية عن أي أداة تانية، لأن هي بتبدأ تعمل ريدنج لكل الفونتات اللي عندك على الويندوز، تبدأ تحملها معاها عشان تقدر أنت تستفيد بيها يعني. شغال عربي وإنجليزي في تركة كده أقول لك عليها، لأن هو مش دي مش الام اي يعني، بس من خلالها تكتب إن شاء الله يعني. الصوت ده بيطلع البعيد ده. خلاص خلاص اللوجو، هنبدأ نكتب اسم الشركة عندنا، هنكتب اسمه شيلد. سيستمز ناقص الاي صح، نفس الاسم شيلد سيستم. جميل، هبدأ اتحكم في الحجم النص كده، في عندي عامل صح ان انا اثبت النص بتاعي. ماشي، الخط ده تقريبا هيبقى تهومة أو خطين، ممكن نرجع هنا ونكتب تهومة. هو نفس التهومة. كويس، بعد ما كتبت الخط هبدأ بس أجيب نفس الدرجة، أقلله كمان شوية كده 35 مثلا. كويس، بعد كده اتفضل في ايه؟ بس انا بحاول بس اظبط اللوجو الاول اوصل لنفس الدرجه. كويس ماشي، قول 40. كويس، بعد كتابة اللوجو بيبقى عندي فيه اللاين الموجود ده. طبعا رسم الخط موضوع بسيط وضربنا عليه بشكل كافي يعني. جيب اللاين تول وبدوس على شيفت وانا بسحب، وببدا اسحب اللاين ايه بتاعي بالشكل ده. كويس واضح. بعد كده عندي في ال extending your living space is our business بخط مختلف، اكتبها extending your living space is our ايه our business. انزل طبعا نفس الطريقة، عندي هنا خط مختلف، حاول اوصل اذا كان موجود عندي خلاص اوكي، مش موجود على الويندوز هبدأ استخدم خط ثاني برضو ان انا اعمل شكل جمالي ايه في السلوجان بتاعي. ماشي كافي عشان الوقت، وليكن مثلا هيكون الخط ده، هبدأ نعمل محاذاة كده وهيكون نفس درجة اللون. أحسنت، أو أفتح شوية ما أتذكر أنا كان أفتح بالبكر كده وأقدر إن أنا أختار درجة أفتح. تمام، بعد كده بس هحتاج أكبر ده شوية. تقريبا نفس الحجم الشيب بتاعي، لازم اعمله ايه ترانسفورم، اكبره بحيث انه ايه. تمام، بنفس الطريقة هدوس على الشيفت واخد ناحية من ناحيتين كده وابدا اسحب فيها كنترول واحد يرجع تاني اصلا. بسيطة سهل جدا، عملت اللوجو بتاعي، كتبت اسم الشركة وكتبت الايه السلوجن. هي بقى عندي شريط الاخبار ده، بس انا ممكن اعمل برين سكرين عشان اخد
مش لازم بريس كي خلاص ماشي، انا هسحب البيكر على طول. خلاص تعلمنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الانسبكتور ده، هاخد الدرجات بتاعتي اللي هعمل بيها ايه. طيب انا عندي الدرجه دي اللي هي موجوده اللي هبدا منها، وهدخل على الدرجه الفاتحه دي كويس، هتبقى نظام ايه درجتين في النص يعني اربع محاور. هرجع تاني هنا هجيب الشيب اللي هو الريكتانجل ده، وهم رسمه ايه بالشكل ده كده كويس، واضح الشيب. طبعا الشيب هيكون بنفس الارضيه بتاعته، هتبقى نفس الارضيه ايه اللي هناك كده، بحيث انه لما اجي اشوفه تبقى نفس الفكره اللي هناك، كأن اللون ماشي يعني دي جايه من فوق يعني كده بنفس الطريقه اللي هو عاملها ايه هنا كده. هاجي ارشيب هبدا اظبط المكان بتاعه، خلاص نتاكد نفس المسات، بس ناخده يمين شويه كده ماشي. اللوجو كمان لازم يجي في الشمال شويه، اقدر بقى ايه احدد اللوجو بتاعي. اللوجو عندي اللي هو هيبقى المجموعه دي الاكستندنج والشيب، اعملش اكستندنج شيل سيستم والاكستندنج والشيب، وطبعا دول كده اعملهم كنترول جي يبقى جروب اللي هو اللوجو. اقدر بس اطلع المحاور ده اسحبهم كده ماشي، بس كنترول دي كمان اقلل الحجم شويه خلاص لميتهم، خلاص اللوجو. هبدا اشتغل بقى على ايه على الليتست نيوز ده. الليتست ده انا بس عشان هو راوندد من فوق كويس كده، احتاج ان انا افك الراوندد من فوق واخليه من تحت بس. طبعا الكلام ده عملناه المره اللي فاتت، قلت ان انا يا اما بفك بالبنتول او ان انا بحوله ايه ريسترايز لاير وبالسلكت، وبقوم حاذف الجزء اللي انا ايه مش محتاجه كده. كنترول دي بالفي وابدا ادوس على شيفت واطلع لفوق. شوف بس الحجم بتاعه قد ايه، يعني تقريبا بس يساوي اللوجو من تحت كده وكده كويس. طيب علشان احط عليه التأثير اللي هناك، تأثير بسيط خالص ومن النظر كده احنا عارفينه، عشان يبان كده كأنه ايه ليه ابعاد يعني، فلازم اعمل له ايه جراديانت على طول. خلاص انا عارف الجراديانت ازاي، انا واقف على نفسه بدوس على الاف اكس وبختار الجراديانت اوفرلاي. هذا الجراديانت موجود كويس. انا بس ارجع تاني في الاول، انا كنت قلت الكلام ده قبل كده، قلت ان عندي حاجه اسمها الفور جراوند والباك جراوند كلر. فالفور جراوند كلر انا اخدت كلر معين خليته كوبي صح، اهو اللي انا جبته معايا من هناك، والباك جراوند اللي هو ايه المفروض ده اللي هو الجاهز عندي. دول اللونين اللي انا هعمل منهم ايه الجراديانت، هو الغامق والفاتح. فهم داخل على الاف اكس عادي واعمل جراديانت اوفرلاي، طبعا ثبتهم عندي في الفور جراوند والباك جراوند، وقلت ان الالوان دي لما بثبتها اقدر لما ادخل على الجراديانت عليهم ايه حاجزهم لي هنا كويس. خليني بس ارجع تاني كده عشان اقدر اعين ادوس على ده، فاقوم الاقيه حاجز لي اللونين، ادي اللون الفاتح وادي اللون الغامق كانها متدرجه كده من فوق وكده. فانا اقول له لا انا الكلام ده هحتاجه اعمل منه اربع شكلات انا بالظبط زي كويس. خلاص اجيب واحده هنا ودي كمان، بس ارجع كده تمام، اجيب واحده من الغامقه اهي كويس، هجيب دي هنا شويه، اجيب دي كده تعالي، خلي دي على اقصى درجه اللون الغامق اللي هي تحت هنا. بدات ايه تبان نفس الرسمه اللي هو ايه اللي عاملها هناك، اللي هم الدرجتين فاتحين زي تضليعه كده او زي بعد الصوره، ودي بادئه من نفس اللون بتاع الخلفيه وبتنتهي برضو بنفس اللون الخلفيه. اقدر طبعا ان انا اتحكم بقى فين في اللمعه دي تبقى فين، تبقى في النص كده مثلا شويه بالشكل ده كده شويه، واضح. ممكن كمان اخد واحد من ده تاني، يعني انا ممكن اخد من ده كده خليه مثلا هنا في الغامق ده، حتى لو عايز ابدا اي لون تاني انا اقدر اتحكم في الجراديانت زي ما انا عايز كويس، ايا كان بقى اللون اللي انا هديه. مش عايزه بقدر اسحبه كده وارميه تحت. طيب كده تقريبا نفس الشيب اللي مرسوم صحيح؟